السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد عبد الرؤوف من جروب الباحثين مؤسسة الباحثين السودانية. اليوم 23/7/2018 عندنا لقاء مع البروفيسور حسام محمد عبد الماجد جامعة خرطوم هندسة مدنية، حاصل على ماجستير ودكتوراه من إيطاليا ومن هولندا. حاليا هو في جادة في السودان، وهو مؤلف لكتاب الجامعية الطريق والمسير والمسيرة الآمنة. فهو حاليا جاي في السودان، ونحن كان عظيم الشرف مؤسسة الباحثين السودانيين إننا نلتقي به. ومرحبا بك معنا يا بروفيسور. يا مرحبتين، شرفنا بمؤسسة الباحثين السودانيين، وأنا سعيد بأنه متابعين منذ مسيرة طلابنا وأبنائنا وبناتنا في مسيرتنا وتعليمنا الجامعي. اهلا ومرحبا بك يا بروف مره ثانيه. كلمنا عن التخصص الجامعي في زمن الفات والزمن الحالي، الحاجات اللي هي متاحه للناس حاليا واللي كانت ما متاحه لكم زمان. هو طبعا بغدر ما يزيد الزمن بغدر تتغير التخصصات الموجوده، وكل دول يخليك بالتخطيط الاستراتيجي بتاعها بتفتح نوافذ معينه بحيث انه تستفيد منها، تضيف القيمه المضافه للسلع بتاعتها، للحاجه اللي بتديها بعد اكبر على مستوى العالم، الشيء اللي بخليها تتميز على العالم من حولنا وتتدخل معه وتبيع. الموضوع بتاع التجاره العالميه اصبح موضوع كبير جدا، وفي دول من الدول ما بتدخل في الموضوع بتاع التجاره العالميه لمصلحة مواطننا. فبغض النظر التخصص اللي كان، هو عبارة عن في نهاية المطاف صناعة لسلعة ينبغي تباع، بالإضافة للعمل البحث العلمي البحث يعني، وده بيقوم بحفنة معينة ما كل الناس ما كل الشعب يعني. لكن بتوقع إنه يقع الفئة المستنيرة في الدولة انه يرفع مشاهد الدوله ويفيد الدوله بتخصصاتهم، بالمهن المتهنوة، بالاحترافيه الموجوده، وهذه الاشياء. طيب يا بروف، حاليا نحن في السودان ويمكن الليله اخر يوم للتقديم للجامعات، التقديم للجامعات في الدور الاول، ويمكن بعد ما يقفل حيكون في التقديم للدور الثاني. في أسئلة كثيرة جدا بتدور حول موضوع اختيار التخصص. طيب أول سؤال هو، هل صحيح أن يتم اختيار التخصص بناء على سوق العمل؟ اختيار التخصص يتم في الأساس على رغبة الطالب واحدة، وإمكانيات الطالب، مواهبه وإمكانياته، الذكاء، نوع الذكاء اللي عنده، البيئة بتاعته، نمط شخصيته، الخارطة الذهنية بتاعته، الهيمنة الدماغية اللي عنده، يعني هذه الأشياء كلها في 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 اختبارات ممكن يجريها الطالب لحد نفسه، أو تجريها المؤسسة التعليمية الموجودة فيها الطالب إذا كان فعلا هي مهتمة بهذا الطالب، وتعرف إنه الطالب ده ميول واتجاهاته، أشياء تمشي على في الأساس. سوق العمل هذا جانب آخر يعني، سوق العمل بتمليه الدولة عايزة تستفيد من الناس، الناس عبارة عن resources، human resources. الدولة عايزة تستخدم الـ human resources بتاعتها زي الذهب، الذهب، اليورانيوم، القطن، نفس القصة مع الناس، بنفس القطرة اللي أنت بتعمل بيها الزراعة بتاعتك، الزراعة النووية، وتحتني بيها بطريقة أو بأخرى وتديها السماد، نفس القصة إنك أنت بتضعها للشيء الناس على الناس وتستفيد من الناس بطريقه كويسه، كل الناس كل واحد فيهم بياثر في دولاب الدوله والتقدم بتاعه وارتياده لسوق العمل المختلفه على مستوى العالم. سوق العمل ده تخطيط استراتيجي. مين بيقوم به؟ بيقوم بالدوله. الدوله هي والمؤسسات التعليميه الموجوده بتعرف شنو سوق العمل على حسب القيمه المضافه اللي عايز يدخل بها على مستوى
العالم الموجود. يعني إذا كان ما عندك إمكانيات لشيء معين أنت داخل فيه ليه؟ يعني في الأساس يعني. فإذا كان دخلت في أشياء واصلة أنت ما عندك لها إمكانيات، أنا يخليها جريمة يعني، ينبغي أن يحاسب عليها المفتاح. فدراسة سوق العمل ميزوت جوك، ما موضوع بيحكي به إنسان واحد ولا شيء، انطباع بتاخذ ياخذ الشخص من اهله ولا ياخذ من ناس معين. هذه هي دراسة عندها اسسها وعندها طريقة العمل، وهذا تختلف استراتيجية تقوم به الدولة، تقوم به المؤسسة التعليمية. لو طالب بياتي عنده ثقة في المؤسسة التعليمية يدخل عليها، فبالتالي المؤسسة التعليمية فتح لها مجال، والمجال ده ما مشي لقدام، سواء كان عنده سوق عمل ولا سواء كان عنده ريادة الأمام ولا بيفتح آفاق ولا بينمي ذهنه ولا بيطلعوا لدراسات عليا ولا بيخليهم يشوفوا أصلا ده يكون في هدف معين هذا القبيل يعني. طيب في سؤال هنا تقريبا من آمنة، قالت سوق العمل نتكلم عنه، الجامعات اللي بتفتح البرامج الجامعية تفتحها على أي أساس؟ الجامعة ما مفروض تقوم تتقدم لفتح برنامج معين إلا تضمن إن البرنامج هذا عنده سوق عمل واضح للمدة الزمنية الواضحة، هي عايزة تفتح البرنامج هذا لكم من الزمن وكم من الناس اللي بتطلعه. يعني أنا عايز أفتح مجال معين وعارف إن سوق العمل بيستوعب عدد معين في شريحة معينة من الناس لمدة 10 سنوات، ما بقوم بفتحه ليدخلوه مثلاً 1000 طالب كل سنة، ما بتيجي، مستحيل. هذه واحدة. الثانية، التدريب اللي أنت بتقوم به وإمكانيات الجامعة والإمكانيات التدريبية والمعامل والأشياء كلها متعلقة بها. باي ذا واي المعامل هذه كانت كلية آداب ولا كانت كلية علوم ولا كلية هندسة ولا كلية طب ولا غيره، كل واحدة لها معاملها بس مسمياتها تختلف. لما تربية تربية حيكون المعمل بتاع رياض الأطفال ولا مدرسة ولا غيره، لما تكون كلية طب حيكون المعمل بتاع مستشفى ولا غيره، لما تكون كلية هندسة حيكون المعمل بتاع ورش هندسية وهكذا. فهمت كلمة المعمل المقصود أنا؟ هي عبارة عن كيان شيء بيتعلم فوق الطالب المهنة. نهاية المطاف الجامعة ما بتعلمك المهنة، انت بعدها بتمشي تقسر تقاي، لازم تشوف لك طريقه تاخذ تخش لسبب السيرتيفيكيشن اللي هو الاعتماد المهني. الاعتماد المهني هذا تقوم به منظمات مهنيه عليمه بهذا الامر وتمشي عليه يعني. فالجامعه هي المزايه بس عشان تفتح سوق عمل، هذه واحده. الثانية أنا في رأيي الجامعات الموجودة على حسب البيئة اللي فيها، البيئة اللي قاعدة فيها الجامعة. يعني الجامعة قاعدة في بيئة زراعية ينبغي أن تصير فيها زراعة، الجامعة قاعدة في بيئة بتاع ثروة حيوانية ينبغي أن تصير فيها ثروة حيوانية، جامعة قاعدة في بيئة جيولوجية أكبر ولا أي شيء لازم تكون فيها المعادن وغيره وغيره، جاء فيها موضوع بتاع البترول وغيره، صنع الصناعات البترولية، هذه الأشياء على الأقل المحيط الموجود. الجامعة إذا كان من المجتمع حولها بتاعي ذاتها يبقى هذه الجامعة الفين تعزل. يعني الشعب بتاع الجامعة لو ما أفاد المجتمع المحيط اللي موجود فوق الجامعة يخلي هذه برضه جديدة. طيب يا بروف، نحن هنا عندنا في السودان ممكن في الجامعات الطالب يقدم للجامعة ويتم قبوله، بعد ذلك غالبا لو في أغلب الجامعات ما يكون في انترفيو للطالب يعني عشان يواصل للمجال اللي هو قدم له ولا يتم استبعاده. وتقريبا الحاجات دي في كل الجامعات الاوروبيه والامريكيه عندهم انترفيو للطالب قبل ما يدخل الجامعه. هي خلي برضه ليها علاقه بالتعليم بتاعنا ما قبل الجامعه وحتى بادئ من التعليم ما قبل المدرسه، يعني متابعه الذهن بتاع الطالب والخطه الذهنيه بتاعته. لان في ناس يعني هيرمان بيقول انه الدماغ مقسمه لاربعه، كل انسان كل واحد فينا يكون عنده ربع ممتاز جدا او ربعين ممتاز لكن الاربعه امكانياته هو عشان يشكل الارباح هذه الاربعه، ومع الامكانيات المؤسسه اللي بتبني لها هي اللي بتخلي الاربعه اربعه بتاعتها تشتغل وفعلا يستفيد منه الدوله ويستفيد منه المجتمع بتاعه ويستفيد من نفسه. وفي نهايه المطاف يصل لشيء جميل يعني، على الحياه تكون هي تكون جميله، يكون مرتاح في العمل بتاعه وحابيه، لانه حبك للعمل هذا اهم
من انك تعمل فيه بياته طريقه وبروكر. هذه مهمه. الحين الناس تغيرت، ما اصبح زي زمان. يعني الحين افتكر انه اي طالب طريقه وبروكر انفتح على التلفزيون، على نقاط التواصل الاجتماعي، وعرف انه بطريقه وبروكر يقدر يفهم ذهنه هو شغال ازاي، امكانياته هو بيعمل ازاي. في اختبارات مجانيه وفي اختبارات بفلوس، على حسب كل احد على حسب امكانيات الصفحات اللي كانت موجوده، وبساعدوه الناس المحيطة الموجود حوله، سواء كان في النادي بتاع الحي، سواء كان في المؤسسه الموجود هو فيه. انا شعر انه مؤسساتنا التعليميه ومؤسساتنا الدينيه وغيره اشتغلت وفتحت لانها تكون شغاله 24 ساعه 7 ايام لزياده مهارات. يعني مهارات القرن ال 21 اصبحت 25 مهاره بتنميها في الكوميونتي بتاع التواصل، في تواصل كوميونيكيشنز مع الناس الثانيين، تدريب، خطابه، كيف اوجه الاكتشاف، كيف تعرف العالم من حولنا، كيف تنمي شخصيتك، كيف تبيع الاشياء اللي انت تخرج بها للمجتمع، كثيره جدا. فنوع نحن التدريب، انا في رايي التدريب ينبغي ان يسود كل اركان المجتمع، بغض النظر التدريب كان لانه انا شعر اي حد ما كبر على التدريب، سواء كان هو كان زول انسان عادي او كان قرا لشيء معين، بغض النظر هو محتاج للتدريب، والتدريب مستمر، والتغيرات الموجوده على مستوى العالم كثر. بس الانسان مثلا لو تابع اليوتيوب دي ممكن يتثقف بطريقه عامه. فالثقافه اصبح ديدن وكيان الناس ممكن تمشي عليه، والناس تفاعل بعضها البعض. تبيعه هذه مشكله، لانه انا في رايي تدريب الناس وتعليمهم عليه خليه يكون من وجوه الصداقات الموجوده فعلا الناس تمشي عليها، ويكون هذا برك لابنك وامه وابوه تبعك. يعني من باب البر انه ينبغي هذه الاشياء تكون موجوده، ونحن ساكتين في للمغتربين، والاستفاده من الناس المهاجرين سواء خارج البلد ولا داخل البلد، وحد عندنا فيه عنده بسبب الامكانيات هذه على مدار الساعه ممكن كل المدارس بتاعتنا كلها بنقفل بالليل بالنهايه، ممكن الناس تستفيد منها وفي ناس تستفيد مش عارف عايزين قروش. عايزين كيف يفيد المجتمع هذا ويدوا ضريبه المجتمع أفضل. طيب يا بروف، عندنا هنا في السودان الترشح للجامعات بيتم على حسب النسبة اللي هو أخذ الطالب، وتقريبا الحاجة دي ما في كل العالم ماشي بالطريقة دي، فرأيك في الكلام ده؟ هي منافسة، هو طبعا على حسب الكراسي، لأن يمكن لأنه بحسب إمكانياتنا والموارد بتاعت الدولة الموجودة وكمية الكراسي الموجودة المنافسة بتكون فيها طبيعية، ما في شيء يعني انك تنافس. المزعج انك تنافس وتدخل وبعدين ما يصير. يعني انا بعرف طلاب نافسوا ودخلوا كلية هندسة وكانوا متميزين وطلعوا بالفلوس خلاص، والجامعات قبلتهم عشان يشتغلوا اساتذة فيها موعدين وغيره، وطبعا الحين في ناس شغالين دخلوا السوق واشتغلوا مقاولين واشتغلوا، في ناس اشتغلوا تجار عاديين وغيره، وش يسوي؟ ما في شيء. لكن حرم الكرسي هذا اللي كان دخله كان ممكن يمشي له واحد ثاني ويستفيد في المجال ده بطريقه افضل. فانا خلي هذا وصف ضياع لشخص كبير جدا هو الانسان. فانا خلي برضه متابعه الطالب وتفسيره وغيره ده شغل جيد من اعمال الطلاب. يعني خلي شغل من اعمال الطلاب داخل مسألة التعليم العالي، والشغل على الشهاده الطلاب في المدارس الاشياء من حولنا والمشاعر الديني وغيره، اللي يخلي فيها اشياء كثيره نستنظر فيها ونغير التوعيه المجتمعيه اللي نعمل فيها. انا في الرساله المجتمعيه والتوعيه المجتمعيه نحن بننادي بها، سواء كان في صحفنا ولا في تلفزيوناتنا ولا في رواديننا ولا في مساجدنا ولا في منتدياتنا ولا في التواصل الاجتماعي ولا غيره، نفهم كثير جدا طيب ما نستفاد منه. زياده الاستفاده من الوقت هذا بطريقه افضل عشان تفيد الناس، ان يخلي ممكن تفيد الام وتفيد الطالب وتفيد كل حد فينا يمشي لامام بطريقه افضل. يعني تمام يا بروف.
طيب رأيك أو اقتراحاتك ممكن تطرح على نظام القبول الحالي في وزارة التعليم العالي؟ يعني مثلا في حاليا الاستمارة بتتم عبر انك تمشي تدخل رقمك بتاع الفلوس وتسحب استمارة. في ناس كثيرين بيدخلوا رقم غلط وبيسحبوا استمارات، ناس ثانيين لما الشخص اللي سحب استمارة غلط يمشي يسحب استمارة بيقول له انت سحبتها قبل كده، وهو بيكون في زول سحبها بالغلط يعني. فانت من وجهة نظرك شنو الحاجات اللي ممكن تساعد في الطريقة بتاعت التقديم او القبول الجامعي؟ الذي خليه مقدور عليه لأن كل طالب يأخذ رقم معين، مش كده يعني ما في حد عمل رقم ثاني. فالأخطاء من هذا القبيل اللي تم المراعاة بتاعته كويس. لكن أنا رأيي في تقديم ذاته حد يكون في خطوط ساخنة، يعني على المدرس يكون في خط ساخن. يا أخي مثل المستشفيات حط لك محل كده ساخن، الطالب كله يقول عنده سؤال فيه الناس يجاوبوا، ما في سؤال سخيف، في حد محتاج لإجابة. طيب الإجابة منه؟ لو مش سهل الإنسان الخطأ الما فاهم وداو إجابة خطأ ممكن تدمره يبقعون كله، لا يعرف بعد ذاك يندم عليها، لا يعرف مش الشكل العمل اللي ولا غيره. فأنا يخيلي من باكو لأنه يكون في خطوط ساخنة على اللي قلت تدي الإجابات بتاعت الناس هؤلاء يقوم بها الوزارة يدونه، يقوم بها وزارة التعليم العام يدونه، تقوم بها المدارس، تقوم بها منظمات المجتمع المدني الموجودة، تكون أنا سهل يعني في مؤسستكم هذه ممكن تكون عندها خطوط ساخنة باستمرار موجودة وهي frequently asked questions، ما هي أسئلة بتتكرر. فلو في حد بيضع الأسئلة هذه وبيصنفها وبيطلع منها ويرفع لها زي ما بيعمل مذكرات، يعني كل أحد قاعد بيعمل أي مذكرة برضه زي المذكرة من نوع مش كده، هذه أولى إنه الأسئلة هذه موجودة تصنف وتوضع. مثل كلامي معك في البداية قلت لك انت في مكون هذا في كثير جدا من الاسئله عملها الطلاب، والاسئله هذه لما اي طالب يسال سؤال مش هتخص انا فعلا سؤال جدا جدا ومغرق جدا وما اعرف انه. طيب لو وضعنا الاسئله هذه وصنفناها كلها وكانت الاجابات شافيه كافيه بنضيف عليها بالزمن بتلاقي انه الطالب عنده، وممكن تطلع منها يا اخي دراسات، ممكن الناس تعمل منها ماجستير، ممكن الناس ممكن للناس الأخصائية الاجتماعية تعمل فيها شغل كبير جدا تحت فيها آفاق ما بعدها. فأنا ما شايف ليه الناس مستفيدين من هذه الأشياء وقد تكون موجودة، يعني تكون فعلا في الدراسات موجودة الثانية بس احنا ما غير بها وما عارفين. يعني احنا حاليا في مؤسسة الباحثين السودانيين دي الحاجة اللي قاعدة تحصل، الناس بيسألوا ونحن بنبذ أسئلتهم والناس بيردوا عليهم، يعني بس مرات التفاعل مخيف. يعني واحد سأل بيجاب الطلاب مساء الجامعة السودانية عندهم شغالين في الهيدروليك هيدروليك ستركشر حل الهيدروليكس وسألوا عن برنامج معين اي اس ديزاين سمثينغ لايك ذات، وقالوا يا اخوانا نحن عندنا اسئله معينه كده عايبين من عين. كان واحده من الاجابات يا اخي والله في دكتور الشافعي يلقوه في المدرج الفلاني انا بمشي احل عليكم. هذه كويسه ما اعرف الصادق وهي انسان ورجل بيحب الخير للناس وفي احد يحب الخير للناس الصادق الشافعي، لكن ما معناه هو برنامج ما عارفه. فالمشكله ايه التفاعلات اللي بتاتي من الجروب الموجوده البطاطس المسلمين دي بيعرف ما بيعرف بدون اجابه، والمتخصصين قالوا ما عندهم اجابه بقول بعيد بيفوت. طيب دي مشكلتك انت برضه ممكن المفروض تجاوب على الناس، يعني مش المفروض تعاين يعني. لكن بجاوب كامل انت واحد في ظلامه مزعج جدا، يعني صحيح انت ممكن تكون رجاع ممكن تكون في نفس الوقت مصدر اشاحات كبير جدا لانه ما عندي الاجابه هذه او شعر انه الاجابه هذه ما عندها مصدر. يعني مثلا دراسة زي القانون مثلا في بعض البلدان بتتم بعد الدراسه الجامعيه عشان بعدك تمشي انت القانون عنده علاقه بين عندنا لما لو قلت كلام من هذا القبيل معناها انا اميل للمنظومه الثانيه وقت مو صحيح، لان المنظومه الموجوده هنا في بلاد هي الافيه. فبتلقى نفسك انت اراءك اللي انت بتعملها بالظبط نف، لكن لما تكون في اراء فيها دراسات تمت وناس مشت عليها وتداولوها وبقت عندها مصداقيه شيء مختلف. يبقى ده البنك بتاع المعلومات، في بنك معلومات الناس بتاخذ منه وتدي للناس وتمشي لامام الناس تستفيد منها.
طيب بالنسبه للموضوع موضوع الجمهور والرغبه وكذا، هل السؤال اللي قبله كنت تتكلم عنه بس ما عادش بتعطيهم شيء مره، هل الحاجه ممكن تتحل انه اذا فعلا الطالب يعرف اكشن ميولو عامل كيف او هو مقدراته عامله كيف، الحاجه دي هل ممكن تدين شويه اسماء للاختبارات او ممكن طالب ينجحها وين؟ اي يعني مثلا نعم يعني مثلا عشان تعرف عشان الطالب يعرف البيئه والنمط بتاع شخصيته في اختبار بتاع هولندا موجود من الموبايل ممكن ينزله، من الكمبيوتر ممكن ينزله، من النت بتاعه العادي ممكن ينزله، من اي احد من اصحابه ممكن ينزله، من كتاب ممكن ينزله، واختبار عباره عن اسئله معينه وغيره توري بعدك البيئه نمط شخصيته هو شنو؟ هل البيئه بتاعته واقعيه؟ هل هي ابتكاريه؟ هل هي تنوم؟ ستة ستة يعني البيئة ستة معه ولا طريقة تفكيره هو يعني بيئته شكل بيئته ستة نوع عارف انه هو يهتموا واحد الثانية الذكاء بتاعه ما في واحد غبي واحد شاطر ما في وكثير جدا من الناس خلوا قصة طيب الأول والثاني هي خلوها بيقول انت عارف ولا ما عارف لو ما عارف حبوا تعرف وخطوه مع بعض والبعض يخطوا ناس المجموعات بتفهم مع بعض عن بعض الطريقة أخرى. فلما صار الذكاء الموجود عند كل تسعة أنواع من الذكاء في إنسان ذكاء وعاطفي في إنسان ذكاء وداني في عاطف وداني في إنسان ذكاء رياضي في إنسان ذكاء بدني مهارات موسيقى في وهكذا ده برضه عنده اختبارات بتعرف كيف نوع الذكاء بتاعك موجود هذه واحدة. هيرمان قسم الدماغ لأربعة أرباع. فكل ربع من الأربعة هذه عنده هيمنة دماغية معينة. كل واحد فينا عنده هيمنة دماغية سعيدة، واحدة على الأقل أو اثنين ماكسيموم. شنو الأربعة؟ A و B و C واحد من الأربعة بيتعلق بال يعني مثلا الربع إيه ده فيه القصة بتاعت الرياضيات والقوانين والنمط بتاع الاشياء الواقعيه يعني ده ينفع بعدين مهندس ولا قاضي ولا غيره بيدا فوق التنظيم والاداره وغيره ينفع النوع بتاع السكرتاريه والشغل الاداري والفوضى الاي وبي بعدها تيجي اللي سي ده عاطف وبيتفاعل مع الناس ومشاعري ربع مشاعري ينفع انه يكون ينفع انه يكون في التمريض يكون طبيب يكون يتفاعل مع الناس يعلم نفسه غيره ايه ده اكتشافي ده لو انت خطيته مثلا في الفصل مستحيل يقعد قاعد زي بتاعنا مستحيل لازم يتحرك ويفوت وغيره ده مبتكر فده ممكن يكون معماري ممكن يكون بتاع فنون جميله ممكن مصمم ممكن يكون منتج صار لا لا فعشان تعرف الهيمنه الدماغيه بتاعتك اختبار هيرمان ده موجود ايش في دي اي حد بينزله موجود في في في, في الموبايل موجود في متاح بالمجان متاح في ممكن الناس تعمل به فبوريك دماغك فيها توصل هذه ثلاثه اساسيه في رايي الشيء الرابع انت النافذه بتاع جوهاري ويندو بتاعتك في جزء انت عارف عن نفسك بس ما في حدا غيرك عارفه في شيء الناس عارفينه عنك انت ما عارفه حول نفسك ربع ثاني غرفه ثانيه في شيء انت عارفه عن نفسك وفي معرفه الربع الرابع الاخير ده هي لا انت عارف عن نفسك لا بتعرف فانت قدر ما توسع النافذه بتاعتك دي بتوسع تعاملك مع الناس وكيف تتعامل مع الناس بطريقه كويسه والتواصل يمشي لقدام وبعدك تبيع نفسك تبيع بضاعتك تبيع اشياء تمشي لامام لانه انت لو طلعت انت ما عايز تتخصص بس تقعد قبل تتخصص وتمشي تبيع المجتمع دي انا افتكر اشياء جوهريه تتعامل ونسوي لمكان نحن ننزلها ولو اي حد قرا كتيباتنا اللي عملناها ولا نزلها من النت في مواقعنا ولا غيره في كم فرصه اشياء فيري ايزي ويعملها وانا ريكومند انه هذا الشيء يسوى الناس مجانا يعني يوم من الايام اتصلوا فيني اتحاد ال اسمه بتاع الجامعات ده وطلبوا انه الكتاب يبيعوه مع التقديم الاستماره انا رايي حقي بس مجاني لانه بعد اي طالب بياخذ بيقدر يعمل هذا الاشياء براون لوحده ويتبع المستقبل ويتبع بنفسه. نحن يمكن ما دارين الناس الاحداث انا بكتب السؤال
الكتاب بتاعك اللي ألفته اسمه الدراسة الجامعية الطريق والمسير الآمن، يمكن اللي هو اللي أنت كنت بتتكلم عنه هسي، وإنه المفروض يوزع مع الدليل التقديم، فيا ريت تدينا استعراض عن الكتاب ومحتوياته ونحن وين ممكن نلقاه يعني. هي فكرة بدأت من بداية 2002 ولا 99 وأنا في كوريا، وجاتني الفكرة بتاعت أعمل شيء، وطلعنا الإصدار الأولى، وبعدها بعد أتى معي دكتور زهير في جامعة الأكاديمية السعودية للعلوم وطلعنا الإصدار الثانية، وبعد شوية دخل معي دكتور عبد الحافظ اللي كان العامل لوزارة التعليم العالي وطلعنا إصدار ثالثة، وبعد شوية دخل معي دكتور في جامعة الدمام فهد الفهيد وطلعنا الإصدار الرابع، وبعد شوية دخلت معي لبنى في الإعلامية وطلعنا الإصدار الخامسة، وكل مرة بتطور الموضوع متاح في اليد يعني ما حاجة، وفي مادة كثيرة جدا استعملناها من ناس عملوها على مستوى العالم خبرة في علم النفس واستغلناهم، يعني اخذنا منهم بيرميشن نعمل ما شغلنا، لانه الباب ده انا ما بعرفه يعني الباب بتاع علم النفس والباب بتاع التخصصات الاجتماعيه هذه واشياء انا بعيد عنها جدا، لكن هي فيها الاختبارات هذه يعني، فشغل ما حقي انا لغايه ما انه تجمع لشتات معارف متاحه بعد لطالب مسكين قاعد في رفاعه ولا مدرسه ولا الضعين ولا وسط ممكن يستفيد منه يمشي لحياه الامام، لانه ما واحد ثاني عشان يصلح حاله ويلاقي طريقه يعني، هذه كانت الفكره. وانا في رايي لو الناس قالت الله اكبر وعملت في الصحف زي ما قبل كده صديق مهدي الامام الصديق مالك قال طلع كتاب عن المياه المتهنين والشيء هذا قبل وطلعه في الصحف، لانه الصحف رخيص جدا طلعه في الصحف كان ممتاز جدا وشيء فانت يعني الامام يعني وضع باب من هذه الناس كان ممكن تتابع عليه وتستفيد من تجربه جميله زي دي اسسها يعني لو ما بعرف الفكر السوداني يعني ممكن تعمل هذا وهكذا، وانا ما بدعي اني كتاب كويس اكيد في كتب ثانيه احسن منه وافضل منه، لكن ما متاح للناس الطالب ما عارف ايه يعني والطالب ما جايب خبر انه يعمل شنو، يا اخي انا في رايي هذه ما صح، يعني الطالب يكون في ظلام والنور من حوله موجود يعني بس مقبل على اتجاه ثاني وهو في متاهه، يا اخي الناس قاعدين في الكافي ديك دخلوا مرقوا السلوك نحن ما نقدر نطلب شو الطلاب اللي نشان طيب يا بروف، يمكن ده سؤال من محمد المجتبى الفاتح، وهو حقيقه محمد المجتبى الفاتح من الطلاب كان عانوا من مشكله تشخيص طبي، وهو كان سابق بدرت وعانى ما عانى ووقف دراسته يمكن كم سنه، وهسه حاليا هو بيدرس كليه الصيدله وهو الاول على دفعته، فنقول لك التحيه يا محمد المجتبى. وسؤاله يقول كيف يكون التخصص المحدد غير مناسب للطالب المعين، شنو المعالم او المحددات او المؤشرات؟ لو بنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه هذا شيء ثاني، ولو بنتكلم انه حصل لانسان عاهه غير يعني لسبب من ظروف دي انتهت الفكره دي، لانه من اجمل الراقصين الرقصه اللي ممكن تجيبنا هذه البتر الساق بتاعته وعملوا لها ساق ثاني جميله وبيبقى اجمل في رقصه بقت اجمل من الاول، ما عادت القصه بتاعت هذه بقت العلم تقدم فبقت وكثير في جامعه الخرطوم في اثنين من العلماء بتاعنا اللي ما بشوفه، لكن ما شاء الله انا حضرت اليوم في مجلس بتاع الوزير كان بشغل الكمبيوتر ده احسن مني احسن منا او تستعمل يعني، فالموضوع مشي للامام وبقي دي موضوع يعني انا ايه في ريمبر بريك لي واحده كان واحده في المعاينه وسال السائل البنت هي كانت قصيره فقال لها يا اخي انت قصيره يعني كيف حددت الطلاب وغيره يعني، فكان سؤال غريب يعني بس وقت على هذا ما في اي حاجه يمكن ممكن تعزيه ولسه بقوله ممكن تنزل فانا يخليني ما اصبحت الاعاقه موضوع مشكله، بالعكس النمو الذهني الموجود خلص يمكن عباره عن راس دماغ بس كان شغال، لكن التميز اللي عمله على مستوى العالم
ما في زيه يعني مشكلة. فلا ما أفتكر أنا أمام الأنصار هذه يمكن ما ينفع في مهنة معينة ده حركة بطريقة معينة مثلاً شاشتغل مهندس زي في مهندس سجالة يطلع بينزل وين مراجع ممكن يكون مهندس ديزاين قاعد في مكتب ويعمل يعني ما أعرف المهن بتعليق الإعاقة بالعكس يكون أفضل يعني ما شايف المشكلة. طيب بروف على حسب خبرتك وعلى حسب العلم اللي عندك ووجهة نظر شايف شنو من التخصصات ممكن تكون تخصصات مستقبل بالنسبة لنا هنا في السودان؟ هذا الموضوع تخصيص صغير نحكي عنه يعني أنا أقول لك حاجة تانية بطريقة تانية أنا وتحت لي فرصة إنه مسكة في السودان اليوم وحاولت أعمل أشوف البحث العلمي شنو الجيد في السودان يا تو بحث علمي يكون عندنا سايد وجمعنا الباحثين الموجودين كلهم وحاولنا نطلع كتاب البحث العلمي في السودان واخذناه وقريناه مع الاستراتيجيه القوميه الشامله في الوقت ده وجبنا وشلنا الكلام ده كله الباحثين ودخلنا وقعدنا مع نصات البرلمان وبلورنا استراتيجيه واحده للبحث العلمي لو بقت دي بنفس المكانه بتاعتها مشت بعدين تطبع عليك تطبع عليك شنو السودان عايزينه؟ شنو القيمه المضافه؟ السودان ممكن يحسبها. مالهم واقعين مناسبه للاي تي، السويد مناسبه للنفايات، الصغر يعني في كله ناس عندهم يوم لو قرينا تاريخهم مشينا لوراء يعني انا لحد ما الله هو بتاع اثار وكلنا نعرف انه العقل السوداني ده فوق مهندس فوق هندسه ورجعنا بالتاريخ لحد سنه السادس قبل الميلاد وكان في الوقت ده العتاد الحربي اللي بيشترونا سيفلايزيشن بيشترونا الفراعنه هم دي اكبر حضارتين في الوقت هذا كان بتطلع من مصانعنا في بطانه في مربي فالعتاد الحربي كله يعني كنا احنا صناعه ما ادري كان بقى العقل الانسان الموجود فيه كله فيبقى كيف تنمي العقليه السودانيه وتمشيها ده استراتيجي ده استراتيجي بلاننج بتاع الدوله ما اظن انا اقدر اجاوب عليه بوضعي المسكين ده دي محتاج الى حد اكبر من انا ودي محتاجه لكيان الدوله كله يمكن مجلس الوزراء ولا صفقه اجابه احسن من كده. طيب يا بروف وجمالي انت حكيت لي انك انت اصلا ما كنت او انت كنت رغبتك الهندسه لكن الوالده ما كانت رغبتها انك تدرس هندسه. ما زلت كان عندي رغبه محدده اني شو انا لو خلوني براي والله اشتغل رجال مع ابوي والله من ابدا ما يكون واليوم اللي انت حسنه ما لقيتني انا شغال انت ما شفتني لكن ما لقيتني مسؤولية في ماسك الفارو والعيد بن هشام حد راسي كذا فلو خلوني براي شغلني انا كان احسن لي كنت وصلت فعلي مع مامي واهلي عليه طبعا من انا عم يكون ومنتهى السعاده كم مره يكون طبيب؟ يمكن لانه المشكله عندنا في السودان المرض والفقر والجهل سايده فاي حد بس يقول لي انت طبيب 200 شهر 200 يعني تكبر وشيل حميل يعني بكره زمان الفروسي بعد جات الموضوع بتاع دخلت المدرسه وخلاص كل الاحياء والرياضية لما شغل في الاحياء ناظر المدرسه كان علي الله استاذ احمد ياخذ الدنيا الوين اقعد شويه امشي ثلاث شهور حركه مقويه بين هذا وخليني انا في الرياضيات دي الرياضيه نمشي وين ويدوب قاموا في ال 15 الاوائل دي جابوا ذاك كان رئيس القسم مع جمعنا ودنا احلام انه اخوكم وديكم بريطانيا وتقعدوا على الحكومه وتجي لحد ما تقعدوا دكاتره وغير قالوا كده انا كنت شارك في المهندس شكلها اجمل وبناء بناء بتاع 9 طوابق لطيفه في كثير فوق الناس ممكن تمشي تقعد فيها بزنا بالمجان والوصير فمشيت الهندسه في الهندسه امشي وين؟ ما ليه مشيت كيمياء؟ وانا مختار انا ماني مال كيمياء ومدني الا مدني عامه يعني ممكن انت وصير ويوم كيمياء يوم مدني يوم كيمياء يوم كذا شيء يعني في اساس الكيمياء صرت افشلني منها لكن وجدت رغبه وذين المدني في
لكن بعدها وجدت نفسي هنا ومشيت اعتقد شوين خلينا نبقى الجامعة لعب الدور نحن ربنا حبالي بأساتذة يعني شفت كده يرعوك كده كأبهاتك تماما الرعاية اللي كانت موجودة خطوم عجبين عبدي محمد عن صالح عمر محمد عمر بابا كل الأساتذة الموجودين كأنك انت بس الوحيد الموجود في الكلية دي وانت اللي نمو فيك مش هتطلع مهندس يعني بعد شوية تلقى نفسك انت يعني حبيب الناس كلها وكلها حابينك انت طبعا حاجة اللي اثار وفعلا حبيت الهندسة الموجودة الناس الموجودين والناس طلعت بعدك يعني قلت لهم تبي حاجة تحبها بعدين شفت باب الخلطة يعني لما مشيت هندسة بيئة كانت خلطة من الطب والهندسة البطرية ورجعت الفكرة بتاعت الوقت ورجعت فكرة كان يعني حاجة فينا الداخلية يعني يعني ممكن حتى بعد الطلاب ممكن يعملوا ماتشنج ما بين النتائج بتاع الاختبارات المعنى ممكن يعملوها هسه وما بين يعملوا تمازج ما بين نتائج اختباراتهم وما بين الدخول الدخول اللي دخلوه اللي دخلوه ويكون تخصص دقيق بيناسبهم اكثر طبعا الجميل في التخصصات الدقيقة الكتر دي قرب الباقي يعني زمان كان الشارب ديماركيشن الهندسة خلاص هندسة معنى أدري أخش هندسة ميكانيكية يا هو ميكانيكي الحين الهندسة الميكانيكية حتى يفهم ميكاترونكس ويدخل بين الهندسة وبين المشكلة الهندسة التقنية والهندسة الميكانيكية تلك القصة قربت لك أشياء كثيرة جدا يوم أنا جاي